صفاء هاني، متفضلي يا صفاء. يا دكتور. الو. الو. ايوه يا دكتور، مبروك، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. بعد اذنك والنبي يا دكتور، انا عندي سؤال في المواريث. اتفضلي يا فندم. راجل متزوج راجل متزوج ولم ينجب، ومات وزوجته يعني؟ توفت. ايه؟ ومات. لا، زوجته توفت. يعني الله يرحمها ماتت وسابت زوج. بالظبط. الزوج اللي موجود ده، لا استني بس، فضل. هي الله يرحمها ماتت وسابت زوج، تمام. مفيش عيال، لا مفيش، لا منه ولا من غيره قبله. لا خالص. طيب ولا لها اب؟ لا لا خالص، هو اتحصل تركتها. لا لا لا، هو الزوج. لا لازم تاخديني على عقلي انا، اصلا مش بسأل عليها هي يا دكتور، امال بسألي على مين؟ ما هي اللي ماتت. بسأل عليه هو. انا بسأل عليه هو. عليه هو مين؟ ما هو هياخد النص. لا معلش، ما هو خد النص خلاص. لا، طب خلاص سؤال حضرتك بعد اذنك ثانية. عايز يتجوز اختها ولا حاجة؟ لا يا دكتور، بعد اذنك ثانية. هو ده لما يتوفى ليه اخوات من الاب. لما ايه؟ ليه اخوات اب، اخوات لاب. يعني انتوا دلوقتي عايزين تستنوا لما يموت هو؟ انا بسأل لما هو يموت مين؟ لما هو يموت مين الورثة بعد حضرتك ما يموت؟ اتصل بيا، لاني انا ارفض اجاوب على واحد صاحي الا اذا كان في قاعه المحاضره قدامي في الجامعه، لان هو ان شاء الله هيدفنكم كلكم وهيعيش، وهو اللي هيورثكم. هي روحيه اللي بعد كده، اديني روحيه.